الثالث مساعد الوزير لشؤون هيئه الاوقاف، والحقيقه هو داخل بحماس كبير ورؤيه ثاقبه انا بحييه عليها. وبحقيقه تقريبا احنا في رمضان وفي ايام العيد كنا في لقاءات متتابعه لدراسه خطط التطوير، وغالبا كنا بنلتقي مساء لاكثر من ساعتين لدراسه الخطط والاقتراحات التي يقدمها، واخرها كان طبعا بعد اجازه العيد كان في هيئه الاوقاف قبل العيد، وهم كان عندهم اجتماع، واليوم ان شاء الله بنناقش بعض الامور. وانا باكد على نقطه حقيقه في مساله الوقف، وان شاء الله يبقى لنا عشان بس نخلي فرحتنا النهارده في المساجد وعوده المساجد، هيبقى لنا لقاء خاص ومعايا الاستاذ محمد عن خططه وخططنا لتطوير استثمارات هيئه الاوقاف. طبعا هيئه الاوقاف كما تعلمون في العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي من 1/7/21 إلى نهاية أبريل 22 في 10 أشهر حققت أعلى عائد من الأرباح والإيرادات في تاريخها في مثل هذه الفترة، حققت يعني 1,600,000,000 جنيه، 1,600,000,000 جنيه في 10 أشهر، وده أعلى عائد من الأرباح والإيرادات في تاريخ هيئة الأوقاف. بنؤمن إن شاء الله مع الخطط المستقبلية نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ هيئة الأوقاف. بس أنا بختم ب يعني هذه الجمل اللي أنا نشرتها تقريبا أمس. مال الوقف بمثابة مال اليتيم. هو الوقف فين؟ جزء منه على عمارة المساجد. كل أنشطة القرآن الكريم ومقارئ القرآن الكريم ومراكز إعداد محفظ القرآن الكريم هي من خصوصية الأوقاف، من مال الوقف. كل ما ينفق على أنشطة القرآن ومجال القرآن هو من أموال الوقف ومن موارد الزادية. جزء كبير مما ينفق في عمارة المساجد هو من الموارد الزادية. جزء كبير من تحسين أحوال الأئمة هو من الموارد الزادية، إضافة طبعا إلى مشروعات البر العام. وآخر مشروع كنا أعلناه إن إحنا وفرنا 50,000,000 جنيه والتضامن 50,000,000 جنيه، وهنبدأ في تنفيذ مشروع يعني مشروعات تنموية وخدمية. مال الوقف قلنا بمثابة مال اليتيم، أكله بدون حق من الموبقات. حقه حق الوقف، حق الوقف لا يسقط بالتقادم شرعا وقانونا. شرعا حق الوقف لا يسقط بالتقادم، وقانونا كذلك لا يسقط بالتقادم. والقائم عليه بمثابة الكافر اليتيم إن أحسن، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، إن أحسن فله هذا الجزاء، وإن أساء كانت عاقبة أمره إن أساء أو قصر أو فرط. حتى لو دخل جهد، حتى لو ما اشتغلش بطاقته الكاملة، إن أساء، عشان الاستاذ محمد عارف ان عنده امانه ثقيله هو في العمل بتاعه، مش بس لا قدر الله امتدت ايده، لا ده ما جابش اخره، ما اشتغلش باقصى طاقته، علينا وعلينا. فمن اساء او قصر او فرط او لم يؤدي الواجب باقصى طاقته، دي مشكله عامه كبيره جدا لاي حد فينا كان. طبعا ليه انا اول واحد ولاخويا الاستاذ محمد ولكل العاملين في هيئه الاوقاف، وده اللي احنا بنحاول ندفعه فيهم، ان احنا على امانه ثقيله وعلى صخر كبير، وعلينا ان نبذل. لسه استاذ محمد بيقول لي استاذك الفضليات خلي بالك انت عملت كذا، انت بعت الجواب، قال لا خلي بالك دي فلوسك، لو فلوسك انت هتعملي ايه؟ هتبعتي الجواب ولا هتتابع وتقف على دماغ الراجل؟ فاحنا عايزين نتعامل مع مال الوقف يعني بما هو اشد من الحفاظ على المال الخاص، بل بالعكس والله. انا اقول لهم حاجه واحده، مالك الخاص لو انت شويه فضلت او قصرت انت مقصر في حق نفسك، لكن المال العام التقصير في حقه جريمه كبرى. فاما المعتدون عليه فهم في حرب مع الله، لان الله عز وجل هو الولي الحقيقي لهذا المال، وهو ولي من اوقع مع الاستاذ محمد. لاي حد صادر لنا عليه احكام ومش عايز ينفذها هنطلع نقولهم بالاسم. ايوه ده من ربنا،
هنعمل مؤتمر وهنجيبكم وهنقول لكم الجهه الفلانيه او فلان معتدي واحنا بناخد اجراءاتنا، وفلان لنا حكم ومش عايز ينفذه وده مال ربنا وتعالوا لازم نكشف اي حد اي وبالاسماء وبلا تحفظ. وانا بقول اهو قريبا بالاسماء وبلا تحفظ اي حد معتدي على مال من الوقف او علينا احكام ومش عايز ينفذها او بيماطل في حق الوقف. احنا فاكر زمان قلنا قائمه سوداء بالمعتدين على حق الوقف، هنجدد ده وبالقانون وبمراعاه القانون وبحقنا لان ده حق ربنا.